بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. رسميا تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي بالسعودية. أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أنه وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية، وانطلاقا من الحرص على حماية صحة الطلاب في المملكة والطالبات يعني والهيئة التعليمية ككل، تقرر تعليق الدراسة مؤقتا في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم غدا الاثنين اللي هو هيبقى بكرة يعني، تمام؟ وطبعا لحد كام؟ لحد تقريبا اسبوع او اسبوعين، هما مش محددين. القرار بقى يشمل كل المدارس وكل الجامعات سواء كانت مهنية او حكومية او خاصة، تمام؟ وبعدين وجه وزير التعليم هناك طبعا بالمدارس ان هما الافتراضية سواء تعليم عن بعد، يعني هيعملوا تعليم عن بعد، هم عندهم امكانيات احنا ما عندناش هنا، عشان طبعا خوفا من ايه، من الحاجة اللي حصل اللي هي مستجدات فيروس كورونا. بعدين بيقول لك ان هم هيأكدوا برضو على سير العملية التعليمية الافتراضية من خلال تعليق الدراسة في الفترة دي، فهو لو هم نجحوا هيكملوا، ولو حصلت مشاكل ممكن وهديت الامور شوية ممكن يرجعوا او ممكن يلغوا الامتحانات او ممكن يعتمدوا على نتيجة الترم الايه الاول، تمام؟ دي كانت موضوع بالنسبة للسعودية، واحنا هنا في مصر لسه مش عارفين هيعملوا ايه فينا، ربنا يستر.